عقد أمس وزير النقل والأشغال العمومية عبد الغني زعلان بعندموش عدة مشاريع، منها مشروع الطريق الاجتنابي جنوب ببن ساف وتهيئة محطة الطائرة العمودية بميناء بن ساف. كما عاين الوزير إذن مشروع إنجاز منشأة فنية على مستوى وادي نفنة بولهاسة، وكذلك تفقد المحطة البحرية بعاصمة الولاية، حيث أكد أن ثلث الطرق الوطنية بعين تيموشنت مزدوجة. عبد الكريم عاشور. مجهود في لي ديدوبلومون نوتامون لي ديدوبلومون، يعني نعاود نذكر ثلث شبكة الطرق الوطنية في ولاية عين تيموشنت مزدوج، ما كاش ولايه عندها هذا الاخرى عندها هذا المجهود. لو تيير دو ريزو دي روت ناسيونال او نيفو دو لا ولايه اي دي دوبلي فير لي بول توريستيك، يعني لو دي ديبلومون هذا كان عنده اون بورتي على فوا سوسيال اي ايكونوميك. وخلال زيارته لمحطة الطائرة العمودية بميناء بن صف أكد أن الهدف منها هو الإنقاذ والنقل عبر المستشفيات. المروحيات داخلين في إطار برنامج فخامة رئيس الجمهورية، والبرنامج الجاري إنجاز ودور كاين 12 عبر الوطن، امتد خاصة مع السواحل. الهدف تاعها هو النجدة أولا، الإنقاذ عبر البحر وكذلك الإغاثة، وخاصة بالنسبة للمستشفيات تكون موجودة بمحاذاة المؤسسات الاستشفائية، وكاين حتى اللي موجودة تم إنجازها داخل المؤسسات الاستشفائية الكبرى. الهدف تاعها لي زيفاكياسيون.